النشاط والحيوية، مساء معزز بشغف الإنتاج والإنتاج المستمر والتطلع على الأفضل دائما. يسعد مساكي زميلتي أمل. يسعد مساكي نرمين، ومساء جميع مشاهدي برنامج ذو الهمم. وأكيد إحنا منحب نمسي على كل شخص إيجابي بحب الحياة وبسعى للتغيير لحتى يكون مثال للقدوة الحسنة اللي بيأثر وبتأثر في البيئة المحيطة حواليه كلا حسب إمكانياته وقدراته. وإحنا بهذا البرنامج بنعرفكم على قصص ملهمة، قصص كلها طاقة، كلها إصرار، كلها كفاح، لحتى نوصل للمكان اللي إحنا كنا نطمح نوصل له أو نوصلنا له وبنطمح لنوصل للمزيد. ويمكن من أكثر المواقف اللي بتصنع شخصيات قوية هي المواقف الصعبة اللي بتنفرض علينا غصبا عنا وبتجبرنا يتحول حالنا من حال إلى حال. وعلى الرغم من صعوبة هاي المواقف إلا إنها هي الشعلة اللي بتحفزنا نواجه الحياة بكل تحدي وبكل قوة وبكل عزيمة لحتى نحكي إحنا قادرين، إحنا موجودين لو حتى صار معنا أي إشي غريب. واليوم قصتنا من القصص الجدا مؤثرة. منرحب مع بعض بضيفتنا. يسعد مساكي ياسمين النجار. يسعد مساكي ياسمين، وأهلا وسهلا فيكي معنا. يا هلا فيكي، يسعد مساكم. مبسوطة كثير اني موجودة معكم اليوم، وفخورة جدا اني اكون معكم في برنامج ذوي الهمم واكون في جامعة اللي تخرجت منها قبل سنة. واحنا فخورين فيك ياسمين وبانجازاتك اللي رح نحكي عنها جزء جزء وتفصيل بالتفصيل. يسعد مساكي ياسمين، وبداية عرفين عن حالك. انا اسمي ياسمين نجار، من قرية بورين جنوب نابلس. صار معي حادث سير وأنا عمري 3 سنين، بسببه فقدت رجلي من فوق الركبة. درست علم نفس في جامعة النجاح وتسلقت أعلى جبل في إفريقيا برجل صناعية بعمر 17 سنة. جميل جدا ياسمين. طيب احكي لنا، كيف قدرت تتخطي هاي المرحلة وتتعايش مع الوضع اللي أنت فيه؟ تخطيته بدعم كبير من أبوي وإمي، إخوتي، بأهلي. كانوا هم الداعم الأكبر والحاضنة اللي طلع كل الشغلات الإيجابية والإبداع، الشخصية المقاومة، يعني الشخصية اللي أنا عليها اليوم، الشخصية اللي ما بتستسلم، ما بتنهزم عند أي مطب. طبعاً إحنا بنوجه التحية لأهلك ولكل الأهالي اللي دايماً، طبعاً بنوجه التحية لكل الأهالي اللي بيدعموا أولادهم لحتى يكونوا همة عالية للناس اللي حواليهم. ياسمين احكي لنا عن يعني أكثر المواقف اللي خلتك بهاي الشخصية اليوم. هي جملة من المواقف، يعني مجموعة مواقف، مش موقف واحد ولا اثنين. أول موقف، أول ما صار معي الحادث صرت بدي أرجع ألعب مع أصحابي، أرجع أمارس حياتي طبيعي، أرجع أتأقلم مع الواقع الجديد اللي يعني اللي مظبوط تعرضت له. موقف إني أنا كنت بالصف الثالث والمعلمة ما خلتنيش ألعب رياضة مع أولاد الصف بحجة إنه أنا عندي طرف صناعي. كل مرة تحكي لي أقعد على جنب، ما تخلينيش ألعب رياضة مع باقي الأطفال. موقف أول ما منعت من إني أدخل القدس عشان أركب طرف صناعي وأنا بعمر 9 سنين. مواقف كثيرة، يعني موقف حتى بتواجهيها بالحياة اليومية. على سيرة القدس ومواقف العلاج، احكي لنا عن رحلة العلاج، من وين بدأتيها ولوين وصلتي؟ كونه صار معي الحادث بعمر 3 سنين، بفترة نمو كنت لازم أركب طرف صناعي كل سنتين، وخلال كل شهر لازم أعمل تعديل على هاي الطرف. إني أروح على القدس بشكل أسبوعي بشكل شهري حسب ما بحتاج. وطبعاً يعني الإشي ما كان سهل أبداً في خلال هاي الفترة من عمر 3 سنين ل7 سنين، لأنه كان بدها متابعة بشكل مستمر. بعدين ركبت طرف صناعي، آخر واحد كان في القدس. أول ما منعت من دخول القدس كانت مشكلة كثير كبيرة بالنسبة إلي، لأنه ما كان في أماكن ثانية إني أركب فيها طرف صناعي بفلسطين. فتعرفت على جمعية اسمها جمعية إغاثة أطفال فلسطين، واللي هي ساعدتني ودعمتني بإني أركب أطراف صناعية في دول مختلفة مثل أمريكا، دبي وغيرها. جميلة جدا.
ياسمين في 2013 اتخذت قرار انها تتسلق قمة جبل كليمنجارو. احكي لنا مين شجعك تتخذي هذا القرار؟ اول شيء بدي انوه انه انا كفلسطينية كطفلة عندها ذوي اعاقة كنت مؤمنة انه دائما لي دور في المجتمع، انه انا لازم اكون معول تغيير، اني اكون شخص بحدث فرق في المجتمع. فكان بيتنا في الجبل وكل مرة كنت اطلع على الجبل ابوي يحكي لي ارجعي تطلعيش اكثر من هيك، في مستوطنة. فيعني كبرت معي فكرة اني انا لازم اطلع جبل، لازم اكمل، لازم اواصل، لازم ما اوصلش واوقف عند نقطة. فشعرت بمسؤوليتي كفلسطينية إني أوصل رسالة شعبنا كفلسطينيين للخارج، أحكي عن فلسطين، أحكي بصوت من لا يسمع صوته يعني. فكل مرة كان الجبل في بالي، كان الجبل في بالي. فأول ما إجت فكرة تسلق جبل كليمنجارو تحمست لها كثير، شعرت إنه هاي الفرصة اللي أنا قاعد بدور عليها، إنه هاي المنصة اللي رح أنطلق منها عشان أحكي عن فلسطين، أحكي عن واقعنا، أحكي عن معاناتنا كذوي إعاقة، منصة أحكي فيها بصوت حر. فقررت أن أخذ هذه التجربة. ردة فعل أهلي كانت جداً مشجعة وجداً داعمة. أبوي بحكي لي إذا أنك مفكرة أنه 99.9% رح توصل الجبل و1% مش حتوصلي ما تروحي من البداية، يعني كوني واثقة من قدراتك بأنك رح توصل لقمة الجبل. أمي يعني بتعرف قلب الأم شوي متخوفة إنه يعني كانت خايفة إنه يصير إشي سيء معي وأنا في الجبل. بس أول ما شافت الإصرار والهمة اللي أنا فيها بدي أوصل وبدي أتسلق الجبل كانت جدا داعمة. طب يا ترى شو التحديات والصعوبات اللي واجهتك لما كنت تستعدي إنك تطلعي جبل كليمنجارو؟ أول شيء كانت تحديات كبيرة، إنه أول ما تحكي عن جبل كليمنجارو هو عبارة عن بركان خامد، أعلى قمة بركانية في العالم، رابع أعلى قمة في العالم، تقريبا ارتفاعه 6000 متر، بنص إفريقيا، الجبل عبارة عن محمية طبيعية، طبعا ساعات المشي الطويلة، طبيعة الجبل الوعرة. اول ما نوصل اول ما نوصل الجبل وندخل ونبلش تسلق، نسبه الاكسجين بتصير قد نصف نسبه الاكسجين اللي بتنفسها في الوضع الطبيعي. ففعليا انت بتتنفسي بس ما في اكسجين في الجو. ياسمين بتحكي وانا قاعده بتخيل. كان كثير الشيء صعب، تحدي. يعني كنت نعيش اربع فصول السنه في يوم واحد، ساعات نطلع من المخيم تكون شمس، في خلال الطريق تصير ضباب ثلج مطر، فيكون صعب إن نمشي في صخور ويكون حاصب الطريق. وأنا كان إلي تحدي خاص فيه بأنه عندي طرف صناعي، فكانت هاي جنب التحديات إني أنا بدي أوصل للقمة. كل مرة كنت أفكر فيها لا كنت يعني أخذ دعم كبير، إني أفكر إنه أنا عندي قضية نبيلة وأفكر إنه أنا عندي رسالة من وراء التسلق، يعني لازم أكمل وأواصل. طبعاً من الشغلات اللي عن جد أعطتني دعم كبير خلال الرحلة، كنا بوقتها في اليوم الرابع، طبعاً نادراً ما كان يجي لغة الإنترنت ولا التليفون، يعني أنت فعلياً مفصول عن العالم أصلاً. ففي اليوم الرابع بتذكر إنه مكتب الرئاسي الرئيس أبو مازن اتصل فينا، فكانت جداً جداً شيء قدرته وأعطاني همة كبيرة إني أكمل. طبعاً يعني كوفي هاي نفسها اللي تسلقت فيها كليمنجارو كانت يعني زي صديقتي بكل المكان كنت أروح فيه، حتى بعد التسلق يعني بستمد منها قوة كبيرة. أكيد. أول ما وصلت للقمة كانت جملة من المشاعر المختلطة بتقدري تحكي. طبعاً يعني ما قدرتش أعبر عن مشاعري، أضحك، أعيط، أصرخ. كانت طبعاً عملتهم كلهم يعني هناك على الجبل. كانت كثير مشاعر جميلة، مشاعر فخر، مشاعر نصر، مشاعر إني أنا وصلت على القمة.
ورفعت علم فلسطين على قمة الحرية. بالمناسبة قمة كليمنجارو تسمى قمة الحرية لأنها كانت أول مكان أول بلد تتحرر في إفريقيا، فسموها قمة الحرية تيمناً أنهم يحرروا باقي الدول الإفريقية. فأنا رفعت علم فلسطين على قمة الحرية، فكانت رمزية جداً كبيرة في هاي اللحظة. تذكرت فيها مقولة الرئيس الراحل ياسر عرفات أول ما حكى: سترفع زهرة من زهرات فلسطين علم فلسطين عالياً على كنائس القدس ومساجد القدس وأسوار القدس. رفعتها في كليمنجارو وإن شاء الله رح نرفعها في القدس إن شاء الله. طبعاً كان معي في الرحلة الكاتب إبراهيم نصر الله. صحيح، كنت أسألك على سيرة الكاتب إبراهيم نصر الله. أرواح كليمنجارو رواية انكتبت عن فتاة فلسطينية، طبعاً كل الفخر فيك يا ياسمين. شكراً. احكي لنا هاي الرواية شو بتعني لك؟ طبعاً الكاتب إبراهيم نصر الله كان رفيقي في الرحلة. أول ما سمع بفكرة الرحلة إنه أطفال فلسطينية بدهم يطلعوا على جبل كليمنجارو، كان إلي رفيق من غزة اسمه معتصم أبو كرش واللي هو تسلق معي الجبل. أول ما سمع في فكرة الرحلة بهذاك اليوم ما نام وهو يفكر كيف إنه هذول الأطفال الفلسطينيين بدهم يطلعوا على الجبل، فقرر إنه هاي خوض هاي التجربة معنا. طبعاً أنا جداً كنت سعيدة في هاي المشاركة تبعته، اللي كانت تعطيني دائماً حافز وقوة كبيرة خلال الرحلة. كان في فترة الاستراحة إحنا نكون مثلاً بدنا نأكل نأخذ استراحة إشي بسيط عشان نكمل، هو يمسك الدفتر والقلم يصير يسجل ملاحظات، فكانت الإشي جداً جداً مؤثر بالنسبة لي. فأول ما كتب رواية أرواح كليمنجارو كنت جداً سعيدة، شعرت إنه خلد الرحلة من خلال الرواية. أول ما قرأت الرواية شعرت إني اتسلقت الجبل كمان مرة، استطاع إنه يعبر عن شغلات كثيرة كنت أشعر بها فيها، بس فعلياً من زخم الرحلة ما كنتش قادرة أعبر عنها. حسيتي إنه حكى عنك بالضبط. ففي جملة في الرواية كانت تحكي: في كل إنسان قمة عليه أن يصعدها، وإلا بقي في القاع مهما صعد من قمم. فعن جد لمستني جداً. طبعاً قاعدين بنترجم في رواية للإنجليزية والإيطالية، بس بندور على دار نشر عشان ننشرها وتوصل لفئة أكبر من الناس إن شاء الله. ياسمين، كل هذا الدعم والإنجاز والروح الحلوة أهلت ياسمين إنها تشارك في مؤتمر تيدكس النجاح بنسخته الأولى لعام 2016. احكي لنا عن هاي التجربة وإيش بتعني لك؟ تيدكس كنت أتابعه من زمان، يعني كانت خلال سنة الثانية في الجامعة أول ما كنت أدرس علم نفس. كنت متابعة البرنامج، كنت متابعة بنسخته الأجنبية، وكنت دائماً أفكر لو كان في نسخة عربية. ففاجأتني جامعتي كالمعتاد تحكي لي إنه إحنا بدنا نعمل تيدكس للنجاح، وإحنا حابينك تكوني المتحدثة معنا. فجداً تحمست للفكرة وحكيت إنه أنا بحكي عن تجربتي في كل مكان، فشعرت بفخر كبير وتكريم من جامعتي إلي إني أحكي عن قصتي على منصة النجاح في تيدكس النجاح. وتعرفت من خلال تيدكس النجاح على شخصيات جداً جميلة. وبالمناسبة كانت شخصية ياسمين مؤثرة كثير للناس، ومن بينهم أنا، لأن أنا حضرت أداء ياسمين وشخصيتها وتأثرت فيها وألهمتني كثير أشياء قدرت عليها أبني حواري في تيدكس في نسخته الثانية لعام 2019. فخورة عن جد، شكراً كثير إليك، عن جد فخورة بكلماتك، وهذا عن جد كلام بدعمني إني أكمل كمان. قديش حلو انه يكونوا لما احنا بنكون كذوي الهمم او في برنامج ذوي الهمم بنوصل لقصص نجاح، قديش حلو انه الناس تستفيد. يعني امل استفادت من ياسمين يعني، وكمان قديش حلو انه الناس كلها تستفيد من هذا البرنامج. طبعا احنا بنوجه لهم تحيه وبنحكي لهم انه كل همه قديش حلو انه يستفيدوا منها وياخذوا منها يعني كقاعده او كحدا يحفزهم على الحلم اللي بدهم يحققوه. مزبوط مزبوط. ياسمين، تجربتك في تيدكس كداش حسستك بالمسؤولية لتكوني مؤثرة أكثر وأكثر؟ إن تكون شخص مؤثر شيء مش سهل، لأنك بدك تكون مسؤول عن كلماتك، عن تصرفاتك، عن
حتى أحياناً عن مشاعرك إنه ما بتقبل الضعف ولا الانهزام. يعني في كل مرة كنت أشعر إنه خلاص أنا تعبت بالعربي أنا تعبت اللي زيك ما بتعب شكراً شكراً أحكي لا ياسمين أنت تسلقتي كليمنجارو، ياسمين أنت مريت بتجارب أصعب من هيك بكثير، إنه أحياناً كثير عن جد بتكون شغلات كثير هيك بتكون زي الضوء في مخك بتدفعك وبتحمسك عشان تكملي في الطريق اللي أنت ماشي فيه. ياسمين كانت مؤثرة مش بس بتدكت، كانت مؤثرة وأكيد كان إلها دور في مؤتمر العواصم العربية في الأردن. احكي لنا عن هذا المؤتمر أكثر وعن مشاركتك فيه. طبعاً بعد كليمنجارو شاركت في عدة مؤتمرات في داخل فلسطين وفي خارج فلسطين كمتسلقة كفلسطينية كشخص من ذوي الإعاقة، فمثلت فلسطين في عدة مؤتمرات في الأردن في لبنان في فلسطين في إيطاليا، كان في عدة أماكن تحدثت فيها عن تجربتي. طبعاً كان الإشي المختلف إنه تنقل إرادة الشعب الفلسطيني للخارج، يعني بينظروا إلنا إحنا شخص عايش تحت احتلال في ظروف صعبة ما بقدر ينجز، إنه كيف أنت عملت هيك؟ فأول ما تنقلهم لا إحنا أقوياء رغم الظروف الصعبة اللي منعيش فيها، إحنا عندنا إرادة حديدية إرادة قوية بنقدر نتخطى فيها كل الصعوبات، لا بصيروا ينظروا إلنا نظرة مختلفة بدعم باحترام بحب كبير، وهذا الإشي عن جد بعطيني قوة عشان أكمل. طب إيش الآليات اللي استخدمت فيها عشان تحقق هذا الهدف وتنقل الإرادة عن الشعب الفلسطيني بالطريقة الصحيحة للشعب الغربي؟ أول إشي اللغة الإنجليزية، لأنه لازم يكون في لغة حوار بينك وبينهم، إنه توصل رسالتك من خلال كلماتك مش من خلال مترجم ولا أي حدا ثاني، لأنه ما حدا بيقدر يعبر عنك غير أنت بدون أي حدا ثاني يعني. صحيح. طبعاً كمان ورشات عمل، أشياء عملتيها حاولت تأثري فيها، نقلت فيها صوت الشعب الفلسطيني بالقضية الفلسطينية. فهمت سؤالك مني. أشياء ورشات عمل عملتيها، أشياء عملتيها أنت حاولت تنقل فيها صوت الشعب الفلسطيني في الخارج قصدي. شاركت أول إشي في مؤتمرات، سافرت على إيطاليا استلمت الجائزة الدولية للنساء المنجزات. طبعاً بعد الجائزة كان في لنا محاضرات ولقاءات في مدارس وجامعات في أماكن عامة أحكي فيها عن فلسطين وعن التسلق اللي عملته. طبعاً هذا الإشي بنى لي علاقات قدرت من خلالها إني يعني أجيب فيها ناس من إيطاليا يشوفوا بعينيهم يكون هم الحكم، إنهم هم يشوفوا واقع الحال بفلسطين مش عن طريق الأخبار أو الجرائد أو أي إشي، يكونوا هم الحكم بذاتهم. وهذا الإشي جداً كان داعم. بعد كليمنجارو حسيت إنه لا أنا شغف الجبال بعده في جواتي، أنا بدي أكمل، بدي من خلال الجبال قدرت أوصل رسالة فلسطين وحابة إني أكمل في هذا المجال، فكان حلمي إني أكمل. فبلشت أخطط إني أتسلق جزء من قمة إيفرست. طبعاً كانت المنصة الأولى فيها إني أركب طرف صناعي، طلعت على إيطاليا وركبت طرف صناعي. لقيت دعم كبير ومحبة كبيرة من أصدقاء الإيطاليين، من عمدة إميليا رومانيا اللي هي دعمتني واستقبلتني في بولونيا ودعمتني. أي فترة صار هذا الحكي؟ قبل شهرين. جديد. كجديد في هاي الشهرين الماضيات 6 و7 كان فترة تركيب الطرف. من خلالها كان في محاضرات في شمال إيطاليا مع نادي المتسلقين الإيطاليين. طلعت بعد ما أخذت طلعت جبال؟ تسلقت جبال. كانت تتسلق. كانت تدريب لجبل إيفرست. انبسطت كثير في هاي التجربة لأنه كانت أول مرة على الجليد. طلعنا على الحدود الإيطالية السويسرية،
تسلقنا على الجليد لمدة 4 ساعات. أوه. هاي كانت أول مرة على التلج؟ على الجليد لسه يكون مشترج، يعني مشترج لسه أصقع يعني أبرد. وكنا لابسين الكرامبلز، الحذاء مخصوص عشان المشي على الجليد. بعدين ثاني مرة رحت مع، أول مرة كانت مع الألبينو جايدز اللي هم الأدلة اللي من جبال الألب. بعدين ثاني مرة كانت مع نادي المتسلقين الإيطاليين. طبعاً مشينا 4 ساعات ونص. أول ما خلصت التسلق كانوا يحكوا لنا إحنا مشينا 4 ساعات ونص. تفاجأت إنه أنا من كثر ما استمتعت ما حسيتش بالوقت. بس كنت حاطة في بالك وقت أنت إنك ماشي يعني ساعتين ونص مش أكثر من هيك. بس إنه أول ما شفت إنه هاي فترة طويلة، يعني إنه خصوصاً إنه كان الطرف جديد، يعني لازم أبلش شوي شوي. بس أنا نطيت على الجبال مباشرة، يعني حتى كانت تجربة مختلفة. عسيرة الطرف الجديد، الطرف الجديد شو بيختلف عن الأطراف اللي قبله؟ طبعاً عالم الأطراف الصناعية جداً كبير، يعني بدك تحكي طرف ميكانيكي إلكتروني، طبعاً كلياته يعني بيختلف حسب التقنية، حسب الهدف من المشي، بدي أمشي فيه، بدي أمارس رياضة معينة، فبيختلف. فهاي المرة كان الطرف الصناعي جودته أحسن، لأنه بعطي قوة دفع خلال المشي، يعني أنه مش مجهود ذاتي 100%، فإنه بساعدني الطرف أكثر أني أمشي، وإن شاء الله هو لهذا الطرف اللي بدي أتسلق فيه جبل إيفرست. إن شاء الله، إن شاء الله أنك يعني بتوصل للإشي اللي بدك إياه. ياسمين يعني ما شاء الله عنك أنه مؤثرة على مستوى العالم، حملت يعني هم القضية وهم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، أنه كحدا بيعطي يعني بيعطي أمل لكثير من الناس اللي حواليه، بوصل رسالته على مستوى العالم. إيش الإشي اللي بتحبي تحكيه لحتى تدعمي الفتيات اللي عندهم إعاقة إنهم يمارسوا هواية مثلا الرياضة أو أي هواية بتكون عندهم كفتيات خصوصا ذوات إعاقة؟ ذوات إعاقة، أول إشي آمنوا بقدراتكم، آمنوا إنكم أنتوا بتقدروا تنجزوا، تقدروا تبدعوا، تقدروا تنطلقوا في الحياة. لأنه طول ما هو الإنسان مش مؤمن في حاله ما حد رح يؤمن فيه. طول ما أنت مش رح تكوني أنت اللي بتعطي قوة للناس مش رح توصل لمكان. يعني أنت لو أي حدا بالعالم حتى لو ما كان عنده إعاقة، طول ما هو مش مؤمن بنفسه مش حيوصل لمكان. آمنوا بقدراتكم، آمنوا أنه أنتوا بتقدروا تنجزوا، بتقدروا توصلوا لمكان. هاي هي أهم نقطة، يكون عندكم أمل، يعني إنه خلص ما تستسلموش بسرعة، خلي روحكم عندها إصرار وإرادة، همة عشان تضلكم مستمرين. أكيد. ياسمين حسيتي إنه دراستك لعلم النفس ساعدتك في اللي توصلي في اللي وصلتي له الآن؟ علم النفس يعني بحر كبير عن جد. علم النفس كثير ساعدني إني أفهم نفسي، أفهم دوافعي، أفهم أكثر كل شيء حوالي. يعني كوني شخص دارس علم نفس مختلف تماما عن اي شخص ثاني، بعتبر انه هيك، لانه من خلال قراءته ودراسته لعلم النفس بصير واعي اكثر. طب انت كنت حابه تدرسي علم نفس ولا يعني ما انك متسلقه جبال، ليه ما درستي مثلا رياضه او شيء بهذا الخصوص؟ ليه درستي علم نفس؟ كيف يعني كيف اجاك الفكره انك تدرسي علم نفس؟ أول إشي عملت فحص مهني ولقيت إنه أكثر إشي تطابق مع شخصيته في علم النفس. ثاني إشي إنه أنا عندي التسلق كهواية، كإشي أنا بحب أمارسه، يعني مش كمهني أمتهنها، فيعني زي كأنها منفس إلي من كل بتفرغ فيها مكان بشعر فيه بالحرية، بالسلام الداخلي، بكل شيء، مشاعر جميلة. بس كمهنة، كمجال حابة أشتغل فيه، فهو علم النفس، لأني بشعر إنه الأشخاص ذوي الإعاقة بدهم مساعدة عشان يساعدوا أنفسهم، بدهم دعم، بدهم يعني بشعر إنه شخص ذوي إعاقة بقدر حدا شخص ذوي إعاقة زيه يساعده ويدعمه حتى يكمل، لأنه بتوقع إنه في لغة مشتركة بقدر يفهموا بعض من خلالها. طب ياسمين كيف كان دعم الدكاترة لك؟ دعم كبير. دعم كبير. الدكتور حب نسمع.
الدكتور فاخر والدكتور شادي، دكتورة فلسطين. طبعا انا بوجه لهم تحية كلهم، دكاترة علم النفس رائعين جدا، دكاترة الخدمة كمان. مظبوط مظبوط، كانوا دعم جدا كبير بالنسبة لي، يعني شعرت انهم هم البيت الثاني، المكان اللي كيف صعب اني اعبر بصراحة عن جد، كيف احيانا اول ما تكوني متأثرة جدا بمكان صعب، مكان صعب كلماتك توصفه او تعبر عن جماليته، لقيت دعم كثير كبير منهم من خلال النشاطات، لجنة الانشطة اللامنهجية، يعني بقدر احكي انها صقلت شخصيتنا من خلال دراستي لعلم النفس، من خلال دعم دكاترتي وجامعتي الي. ايش اهم الانشطة اللي كنت تشاركي فيها في الجامعة؟ بأنك حكيتي أنشطة لا منهجية، أحكي لنا. هي كانت أنشطة في داخل بيئة الجامعة، أنشطة يعني عن تخصصنا بعلم النفس، محاضرات بتحكي عن علم النفس، أنشطة يعني لطلاب القسم، يعني هي أكثر كانت تشتغل مع طلاب القسم، ننزل مع أشخاص، مع أطفال توحد، نروح دار المسنين، نعمل نشاطات كثيرة حلوة. طبعاً كحدا مؤثر أكيد كنت تأثر فيهم كتير، يعني كتير كطلاب كأفراد، يعني كأطفال توحد كمان، يعني أكيد قدرت تأثر فيهم بطريقة والله. يعني الواحد يعني بتعلم، يعني أنا تعلمت منهم كثير ودعموني وتعلمت منهم كثير شغلات. ياسمين، رسالة أخيرة بتحبي توجهها لكل اللي بيسمعوك الآن؟ ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. ياسمين، بنحب نشكر وجودك معنا لليوم وكل التوفيق لك، وإن شاء الله من قمة لقمة أخرى. شكرا لك، سعيدة جدا بوجودي معكم، فخورة بإني أكون في الجامعة. شكرا لك أمل، شكرا لك نرمين، سعدت كثيرا في هذا الحوار، شكرا لكم. الله يسعدك يا رب. وهيك بنكون وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم، اللي بنتمنى انها شحنت طاقتكم وعلت من همومكم. هذه تحياتنا وتحيات المخرج بشار النجار وكل طاقم العمل، والى اللقاء. احنا بشر في الاساس.